غضب الإيرانيين لا يعرف حدود. آلاف الإيرانيين خرجوا في مظاهرات ليلية لليوم الثاني على التوالي في مدن الجنوب الغربي للبلاد، صرخوا بأعلى أصواتهم ضد سياسات القمع والحرمان والعقاب الجماعي الذي تدفع ثمنه منطقة الأحواز العربية بشكل خاص. اتساع رقعة الاحتجاجات في إيران جعلها تتجاوز الطابع المطلبي الصرف لترفع شعارات سياسية تطالب نظام الملالي بالكف عن استنزاف ثروات الشعب الإيراني ووقف تدخلاتها الداعمة للفتنة والإرهاب في المنطقة. أسئلة ومطالب محرجة رفعها سكان الأحواز لا تملك لها طهران أجوبة سوى أن تواجهها بالحديد والنار وبالمكابرة السياسية. يموت ظمآن والماء تحت قدميه. انتفاضة العطش في مدن وبلدات جنوب غرب إيران تدخل يومها الخامس والنظام يلقي باللوم على الغيوم. أكثر من 5 ملايين شخص في مدن عبدان وخرمشهر والمحمرة يحتجون على شح المياه وتلوثها منذ فترة ليست بالقصيرة. ومع فشل النظام في إيجاد حل تطور الأمر إلى مظاهرات حاشدة ضربت مدن العطش. وبدلا من البحث عن حل اتهم النظام المتظاهرين بأنهم عملاء ومندسين واستخدم القوة ضدهم. وفقا لمصادر في مدينة عبدان استخدمت قوات الأمن الرصاص الحي لتفريق المحتجين مما أدى لسقوط عدد من الجرحى. وزير الداخلية عبد الرضا رحماني أنكر تسبب الشرطة في سقوط أي قتلى أو جرحى خلال محاولات فض التظاهرات، وقال رحماني إن مجهولا أطلق النار مما تسبب في إصابة أشخاص من بينهم رجال أمن في عبدان. أما تبرير النظام لأزمة نقص المياه وعدم صلاحيتها للشرب فجاء مضحكا وأقرب لمزحة بالفعل. رئيس الدفاع المدني في الحرس الثوري غلام جلالي اتهم إسرائيل بسرقة الغيوم والسحب الإيرانية مما تسبب في الجفاف الذي يضرب البلاد. جلالي نسي حتى جغرافية بلاده، فالمدن التي يضربها العطش تقع قرب ضفاف نهر كارون أحد أكبر أنهار إيران. مظاهرات مدن الجنوب الغربي ليست بمعزل عما تموج به إيران من موجات احتجاج تهدأ حينا وتثور كثيرا. فاحتجاجات نقص المياه أو تلوثها سبقتها منذ أيام في طهران ومدن أخرى احتجاجات نقص الأموال أو تهاوي قيمتها. وسواء كان النقص ماء أو مالا يتفق خبراء الشأن الإيراني على أن النظام يحمل قوائم اتهام جاهزة في يد وسلاح في يد للتعامل مع المحتجين ويختلق كباش فداء وهمية لإلهاء الناس عن الحقيقة. ومعنا من دبي الصحفية المتخصصة في الشؤون الإيرانية كاميليا انتخابي. فرد، أهلا بك سيدتي عبر سكاي نيوز عربية. يعني هذا القمع وهذا الاضطهاد الممنهج يشعل من جديد انتفاضة الأحواز. ما حصل اليوم من عملية قتل ضد متظاهرين برصاص قوات الأمن، اعتقال العشرات، أجج من جديد هذه الاحتجاجات الشعبية. لم تعد المطالب فقط هي مطالب الحرية، إنما تأتي بعد حرمان وضغط اقتصادي وتجويع غير مسبوق. مساء الخير، شكرا لدعوتكم. هذا السؤال طرح ليس فقط في المنطقة وإنما في العالم كله. ما الذي يحدث في إيران؟ ببساطة أود أن أقول شيئا قد لا يكون نمطيا في كل نقاش يومي، وهو أن إيران يحتجون ضد الفقر وكذلك الحوكمة، غياب الحوكمة وعدم الوضوح في النظام وكذلك عدم وجود حكومة مسؤولة، وهذا أدى إلى
الوصول إلى النقص والخصاص في الوضوح مع الشعب، ما الذي يفعل معهم؟ ولذلك انتشرت هذه المظاهرات ليس في الأحواز فقط، وإنما منذ سنوات كان هناك احتجاجات شبه يومية صغيرة أو كبيرة حول إيران. أكبر المظاهرات بدأت في ديسمبر في مدينة مشهد، وهي قريبة جدا من الملالي الإيرانيين، وهي مدينة محافظة أصولية، وبدأت فيها هذه الاحتجاجات وانتشرت إلى باقي المدن. واحتجاج وإضراب البازار الكبير في طهران التحق بالمظاهرات، وانتقلت المظاهرات إلى خوزستان. وفي الأيام والأسابيع الماضية لم تكن هذه الاحتجاجات قد بدأت لتوها، وإنما الإيرانيون طفح بهم الكيل وتعبوا وسئموا من هذا التعامل من الحكومة الإيرانية والآن هذا القمع. لكن مع ذلك نحن بعيدون من اعتبار النظام الإيراني هذه النقطة التحول والانهيار، لأنه يضطهد المحتجين كثيرا، وبعد الانسحاب من الاتفاق النووي بطبيعة الحال سيكون هناك اضطهاد وقمع كبير للمحتجين حتى لا تخرج الأمور عن السيطرة. ورأينا العقوبات التي ستفرض على إيران وما تسببه من ضرر للاقتصاد الإيراني، وبالتالي احتجاجات أكثر. الأوروبيون لديهم خلاف مع الرئيس ترامب ويريدون أن يتعاونوا مع إيران، لكن لديهم مخاوف من انتشار سيدة كاميليا. هذه التراكمات السياسية والاقتصادية وممارسات السلطة الإيرانية بحق الأقليات، يضاف إليها ما حصل في المحمرة من شح مياه ومن أيضا قطع للمؤن عن هذه المدينة الضخمة كما أشرت منذ قليل، قد يشعل أزمة أكبر. أي تدخل مطلوب اليوم من الجهات الدولية من الأمم المتحدة أمام هذه الأعداد الكبيرة من الجرحى وحتى القتلى نتابعها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهذه الشرائط التي تحمل مباشرة إن كان من المحمرة أو من الاحتجاجات المختلفة في إيران؟ نعم، الأقليات في إيران هي من بين الأكثر الفئات اضطهادا وقمعا، من كردستان إلى بلوشستان وكذلك خوزستان المنطقة العربية، وكذلك الأقليات الدينية مثل البهائية واليهود وغيرهم، كلهم يعتبرون من الأكثر استهدافا. لكن أقول العديد من الإيرانيين مثلي لم يكونوا قادرين على العودة إلى بلدهم ل18 سنة، وهذا بطبيعة الحال أدى إلى الاحتجاجات والمظاهرات في كل أنحاء الأمة الإيرانية، وبطبيعة الحال هناك قمع أكثر في بعض المدن تحديدا. لكن مع ذلك النظام لا يصغي ويستمع للمجتمع الدولي وما يحدث من نداءات ومطالبات من المواطنين الإيرانيين، وهناك العديد من الاتهامات من النظام الإيراني بأن المحتجين يتواطؤون مع الغرب والخارج ضد حكومتهم. والآن هناك منافسة ما بين الموالين لروحاني وكذلك المحافظين. في دقيقة واحدة سيدتي، سألتك عن الدعم المطلوب، الدعم الأممي المطلوب. هذا الواقع الذي تنقلينه لنا، هذه الصورة التي تنقلينها لنا هي واقع فعلي، ولكن في دقيقة واحدة، أي دعم مطلوب اليوم أمام آلة القتل لنظام الملالي وما يحصل من انتهاكات وارتكابات وجرائم في الأحواز؟ أنا في جوابي الأول قلت إن المجتمع الدولي، إذا كنت تقصد الاتحاد الأوروبي، هم يريدون الالتزام بالاتفاق النووي لأنهم لا يريدون مواجهة جديدة في الشرق الأوسط وتدفق اللاجئين إلى الدول الأوروبية. وفي الوقت نفسه لديهم مشكلة مع الرئيس ترامب، وهم يريدون فعل شيء يكون في مصلحة الحكومة الإيرانية. للأسف الشديد حقوق الإنسان
الإنسان هو آخر شيء يتحدث عنه. الناس يتحدثون عادة عن البرنامج النووي وكذلك البرنامج الصاروخي الباليستي وتدخل إيران في المنطقة. الإيرانيون لم يناقش أمورهم ولم تناقش حقوقهم في المجتمع الدولي. لم يتحدث أحد مع ترامب حول هذه الأشياء. غدا سيكون هناك اجتماع بين الدول الأوروبية حول الاتفاق النووي وحول الالتزامات مع إيران من أجل تشجيع الحكومة الإيرانية على البقاء ملتزمة بالاتفاق. أنا لا أرى أن إيران في هذه المرحلة الحرجة في أزمات على كل المستويات، لكن هناك نوع من الدعم من الدول الأوروبية إلى إيران والنظام الإيراني. للأسف سيدة كاميليا انتخابي فرد المتخصصة في الشؤون الإيرانية، يعني قد لا تنتهي هذا النقاش، ولكن انتهى وقتنا لهذه الساعة من المساء. مساؤنا انتهى، غدا مساء جديد وملفات جديدة، بأمان الله.